دعت الإدارة الأهلية في السودان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الإسراع في استكمال التفاوض، وذلك للخروج من حالة الجمود في الراهن السياسي في البلاد. وقال رئيس مجلس قيادات الإدارة الأهلية السلطان صديق ودعا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بفندق كورنثيا في الخرطوم، قال إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تستدعي تضافر كل الجهود لمعالجة الأزمة السياسية، مبينا أن الإدارة الأهلية بذلت جهودا مقدرة لتقريب وجهات النظر بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقدمت رؤية توافقية للمجلس العسكري بشأن مؤسسات الفترة الانتقالية، والتقت بالعديد من الجهات والبعثات الدبلوماسية لشرح رؤيتها. كما شد ودعا بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي انحازت لثورة الشعب واستجابت لنداء التغيير، وقال إن الإدارة الأهلية ليست لها نوايا سياسية، وإنما دورها يحتم عليها إبداء النصح والمشورة لمصلحة الوطن والمواطن. في كل عملية جديد فيه صعوبات أهلكم الإدارة الأهلية جهنة وبذلوا مجهود كبير جداً بالتقاء أول حاجة بمجلس الثورة أكثر من 4 مرات، اجتماع مع جميع الكثير من المهتمين، بذلوا مجهود شديد جدا، وأنا افتكر المجهود نجحت نجاح كبير في كثير من المسائل. ونحن جئتنا هنا عشان نملك الرأي العام كلها ما قاموا به أخوانكم من الإدارة الأهلية.